الادسنس وغيزلان، بصح كنت خارجه مع راجلها كنت تاكل كسكسو في مطعم مغربي. واش بصح غيزلان هي اللي خرجت من دارها وتخلت على ولادها؟ هادشي كله غادي نجاوبكم فيه في هاد لا فيديو. هذا خليكم معايا حتى لاخر الفيديو، وما تنساوش البنات باش ديروا لي جيم وبتعليقاتكم الزوينه، وما تنساوش ديروا لي ابوني باش دائما يوصلكم الجديد ديالي. ما تنسونيش بابوني ابوني ابوني. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. توحشكم بزاف بزاف، توحشت الكاميرا نجلس حداها والله العظيم الا توحشكم وولفتكم بزاف بزاف. فين غبرتوا؟ فين هذا الغبور؟ قولي انت اللي غبرتي علينا، ما بقيتيش بنتي هذه 20 يوم. البنات كما كتعرفوا ما بنتش ليكم، ما حطيت حتى شي فيديو، وما بقيت كنحط والو في الانستغرام على قبل جوج ديال الحوايج البنات، اللي هو الموت ديال راجل خالتي الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار ويرحم الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين يا رب العالمين. وثاني شيء البنات هو على قبل غيزلان، فما يمكن صديقه العمر ديال 13 سنه وانا حنا كنعرفها، لا انا ولا اختي ولا الدار، وكانت في واحد الازمه نفسيه واتي راه الله اللي عان بها. كنت نشوفوها زعما راه كيفاش مسكينه كتعيط وكتبكي كتبكي كتبكي كتبكي، راه ما كتشوفوش، كتشوفوا غير داكشي مسكينه كتعطيكم داك الزواق الفوقاني. اما النفسيه ديالها الله اللي عان بها، اقسم لك بالله الا الله اللي عان بها، والله يرجعها على خير مع وليداتها ان شاء الله. بحول الله ترجع ليها امه ويرجعوا ليها، وواحد الرجوع اللي يكون دائم ان شاء الله. ايوا كما قلت لكم البنات ما قدرتش نحط حتى شي فيديو، لا انا خارجه ولا انا داخله ولا هذا ولا ما يمكنش البنات، ما يمكنش. صديقتك يعني مغبونه كما كيقولوا المغاربه، قلبها عالم بغير الله، نفسيه ديالها مدمره، وانا نحط فيديو انا مشيت هنا انا جيت هنا انا هذا، يعني ما تتبقاش اخوه هذه ما كتسمعش. ايوا هادشي اللي كاين البنات. غادي نجاوبكم على واحد الاسئله اللي وصلوني لي بزاف، اللي الصراحه صدموني بزاف، وحق الله ما متوقعش ان كاينين شي ناس باقين زعما في هذا العقل هذا اللي ما كيفهموش، ما الله اعلم. فانا ما كنهضرش على كل شيء، 90% جاوا من غيزلان وساندوها في داخل المغرب وخارج المغرب، وكل شيء ساندها وكل شيء كلنا غيزلان. وما شاء الله الناس اللي دخلوا عندي في الانستغرام وكيسولوا لي كومونتير وكل شيء، فتبارك الله عليكم وتبارك الله عليكم. فهذه هي الاخوه، وهذو هما المغاربه الحقيقيين. وما نساوش خوتنا الجزائريين، حتى هما اللي كيصيفطوا وكيعاونوها وتيقول لها كنا غيزلان، صراحه حتى هما راه خوتنا الشقاق. هذو هما المغاربه اللي كيوقفوا مع بنات بلادهم فين ما كانت وكيف ما كانت وشنو ما دارت. فبرافو على كاع الناس اللي ساندو غيزلان ووقفوا معاه، فعرفت بان باقي الخير في الدنيا. وديك 10% اللي كانوا كيسبوا وكيعايروا، فكنقول لكم الله يهديكم، هادشي اللي غادي نقول لكم، الله يهديكم والله يهدي ما خلق. فكلمه طيبه راه مزيانه، الا قلتيها في حق اخيك راه صدقه. فهادشي اللي غادي نقول لكم البنات. ايوا دابا نمشيو نشوفوا هاد الاسئله اللي قالوا لينا. هاد 10% غنجاوبكم على واحد الاسئله اللي بزاف سولتوني عليها، بزاف كانوا كيجيوني في لي كومونتير وفي ميساجات في الانستغرام. غيزلان دارت هاد الشيء هذا على قبل الادسنس، غيزلان دارت هاد الشيء هذا وهي اللي خرجات وهي اللي سمحت في وليداتها، ووحده كتقول بانها كتحلف كتقول اقسم بالله حتى انني شفت غيزلان كانت خارجه هي وراجلها وليداتها في مطعم مغربي كياكلوا كسكسو. غادي نجاوبكم على كاع هاد الاسئله. اول سؤال غادي نبداو به هو ديال غيزلان، واش بصح دارت هادشي ديال على قبل الادسنس على قبل الفلوس؟ وغيزلان كانت بغات دير هادشي هذا وغادير يكون عندها الادسنس، كانت بغات دير هاد الفيلم وهاد التمثيليه هذا تيكون عندها الادسنس بعدا، ومن الادسنس ما مسروقش ليها وعاد دير هاد التمثيليه. غيزلان راه باقي حاليا في الدعوه مع الناس اللي راه هي خرجات في الفيديو قالتها بانها تنصب عليها، نصبوا عليها ناس من هنايا وداكشي، وخداو بدلو ليها الكونت ديال الجيميل ديالها ديال الادسنس، وخداو ليها فليساتها كاع لي صورات مسكينه في المغرب اللي في هذا الوقت هذا اللي محتاجاهم بقوه. علاش غادي تمثل؟ هو تمثل بعدا وهي جات من الصفر وجلست في دارها وارتاحت وشافت وليداتها وداكشي، والادسنس داخلين الفلوس خارجين، يعني كسكسو راه غادي يكون عنده في دارو، غيكون طايب وغيجي كي الناس وغادي يلقى كي راجل مزوج ويلقى الطبيله واجده وكسكسو وكلشي، ما غاديش يخرج يقلب على كسكسو ومرتو كاينه في الدار.
يعني هذا سؤال تاني انا جاوبتكم عليه. سؤال ثالث اللي تيقولوا واش غزلان بصح خرجات وسمحات في وليداتها، هي اللي خرجت وسمحات في ولادها وخرجت من دارها، واش كاين شي حد البنات كيهرب؟ كاين شي قد كيهرب من دار العرس؟ راه ما كاين حتى شي قد كيهرب من دار العرس. كاينه شي امراه غادي تبغي تخرج في الليل وتخرج غير بيجامتها وبصندره الميكا وغادي تمشي وغتخرج بوحدها، معروفين حنا كاع عيالات وكاع كندابزو وكاع كندابزو مع رجالنا، ولكن ما كايناش شي ام كتسمح في وليداتها كنخرجوا كنغضبوا وكنخرجوا معنا ولادنا حتى كينزل بالزول تاع الرحمه وصافي كترجع الامور المجاريها. ولكن ما كايناش شي وحده انها غادي تبغي تخرج وغتسمح في ولادها وتخرج من دارها وهي في بلاد الغربه، راه ما كايناش شي البنات شي وحده كتبغي تخرج في نص الليل من دارها وتسمح في ولادها وبنتها باقيه تريبيه وكتخرج يعني بيجامه والله اللي عالم بها. وكاين شي وحدين تيقولوا ليها خلي اسرارك ما تعاوديش لينا مشاكلك، وكتعاود لكم الحلوه والمره، الحلوه والمره كتعاودها. يعني في هذا اليوتيوب دايرين كي مع اليوم زوين وغدا خايب، اليوم زوين وغدا خايب، يعني هكذا الحياه، يعني غتعاود غير الزوين والخايب غتخبيه راه غتبان فيها. يعني راه شحال ما حطت حتى شي فيديو، راه ما كانتش نفسيتها كنعان بها غير الله ملي كانت هنا في المغرب في الاواخر ديالها في المغرب، ما حطت حتى شي فيديو كتقولوا لها فين غابره فين هادي، راه ما كانتش كانت نفسيتها عان بها غير الله. يعني باش خرجت ووصلات وزاد تاكدات ملي مشات الامارات وزادوا كبروا ديك المشاكل، هي باش خرجت وقالت بان راها شنو شنو كتخوي قلبها عليكم، لان ديك السيده بصح راه ما عندها حد، والله ما عندها شي حد. هذيك السيده راه كي وجهها البيض كي قلبها البيض، كي وجهها كي قلبها. ديك السيده من اطيب خلق الله، حاجتها ما ديالهاش صباره ونعمه التربيه، كتصبر يعني مرض ديال الدار، لا في الطياب ولا في النقا ولا في الشغال ولا في التاويل، خصكم تدخلوا لدارها وتشوفوها عن قرب هكا تبارك الله. هكا انا عاشرتها في المغرب حيت دارها كانت حدا دارنا قريبه بزاف، يعني كنمشي من داك كيفاش النقا كيفاش الطياب كيفاش، واش السيده كطيب واعر وعاد غادي تخرج هي وراجلها يقلبوا على مطعم مغربي باش ياكلوا كسكسو، وهي كون كانت معها غزلان غتطلب تقول غير الو كسكسو غير جهات الدار، ما غاديش تحتاج هي تقلب على المطعم انها باش تمشي تاكل كسكسو. يعني شوفوا التفكير غير فكروا، اللي كيقول لك لا كان معاود حمق اللي كيتصنط راه بعقله، واش كاينه شي هي غتعيط راه كاك تعرف ام عيسى كتعرف انا تشهيت كسكسو غيجيها حتى للدار، حاجه باينه علاش على ود قلبها وعلى ود الظرافه ديالها وكيفاش كتعامل مع الناس، اي حاجه طلباتها غتوصلها حتى للدار، ما كاينش هادشي زعما لان غادي راه شفناها مع راجلها راه هادشي غير كذوب. المشكله ان السيده كتحلف اقسم بالله حتى شفتها مع راجلها خارجه ولادها غادي المطعم مغربي. واختي شنقول لك، يمكن تشابهت لك مع شي وحده، يمكن خلق الله الشبه 40، يمكن من هادشي عاوتاني صحوها لي. عرفتي صراحه البنات اقسم بالله لف داك الفيديو ديال غزلان طالع لي الدم، ولكن عرفتي ديك لا يرثى لها، عرفتي شحال من وحده صحاتها لي شحال صحات لي، شكرا بعدا على التصحيح الله يخطيكم. كما قلت لكم انا في التعليقات ديالكم كنستافد من شحال، كنقراهم كاملين وكنستافد منكم بشحال من حاجه والله. ايه واش غنقول لكم البنات، والله يهدي ما خلق، والله ينزل بالزول تاع الرحمه. وغزلان باقي في مشاكل مع راجلها وباقي مسكينه ما دخلتش لدارها وباقي ما شافتش ولادها، قسما بالله العلي العظيم الى ديك السيده ما كتكذبش عليكم، والله العظيم اي ما كتكذب. هذيك السيده راه دابا كتعاود من الصفر الحمد لله، راه ديك السيده كطيح دائما كتنزل الارض، ولكن ربي وقلبها كيعاود يطلعها درجه بدرجه. علاش؟ على ود قلبها، حيت قلبها زوين ونيتها زوينه. وديك السيده والله العظيم الى اللي ظالمينها بزاف تيقولوا راه كتكذب ودايره شي على الادسنس ودايره، كون بغات هذيك السيده الفلوس والادسنس كون فضحات شحال من حاجه، كون قالت شحال من حاجه طرات ليها، شحال ما بغاتش تفضح. علاش كتقول لك على قبل ولادي؟ باقا ديك الام المضحيه اللي ضحات وباقا كتضحي كتقول لك على قبل ولادي، ما غنقول حتى شي حاجه وما نقول حتى شي واحد شي حاجه على قبل وليداتي، ما نبغيهمش يتعقدوا، ما نبغيهمش يكبروا ويقراو شي حاجه خايبه، ما نبغيش بزاف بزاف. يعني ديك السيده راه ام مضحيه كتضحي بحياتها على قبل ولادها باش ما يتعقدوش، باش ما كون كانت انها ما غتسوق حتى شي واحد راه غادي تهضر وغتعاود كلشي وغتفرقع الرمانه كي كيخليوها المغاربه غنفرقعوا هذه الرمانه كامله وصافي، كلشي غادي يعرفوا غادي يعرفوا باش هي حقانيه ولا هي كتكذب، ولكن ساكته وما باغا تقول والو، وكانت كداوي راسها غير بديك اللايف وكتخرج اللايف وتهضر وكيعاودوا لها الناس مشاكل وكيديروا
وداوت راسها براسها والحمد لله رجعت بقوة وباقي غتطلع بقوة وربي غادي ينصرها، لأنك أي كلمة قلتيها وجرحتي خوك بها راه كون أكيد أنها تكتبت عند الله. واحدة عرفتي واحد الميساج صيفطات ولا راه غتكونوا قريتو كاملين في اللايف، عرفتي كدعي فيها واحد الدعوة زعما غير الله يسمح ليها وصافي. حرام انا ما متيقاش ان كاينين شي وحدين، وكاينين الناس ما كنعرفوهمش وكنضامنوا معاهم، ناس ما كان زعما ما عندنا حتى شي علاقه بهم وكنتفرجوا فيديو اقسم بالله ولا هما كيبكيو وحنا كنبكيو معاهم. وعاد هسك يعني وحده بعيده في الغربه بوليدات وفارقه على ولادها، وتخيلي غير انتي ام ولا انا ام، انا بعدا ما نقدرش نتخيل راسي انني نبات ليله وحده بلا بناتي ما نشوفهمش، ما نتخيلهاش ما نتخيلهاش. ومسكينه مع ذلك تدخل اللايف علاش جالسه بوحدها دايركم عائلتها كتهضر معاكم كتفاجئ عليكم كتعاود لكم الحلوه والمره كتعاود الخايبه والزوينه في حياتها، واش غادي تبقى دائما بصوره زوينه بحال شي طابلو زوينه 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 والداخل راه عان بغي الله؟ راه ما يمكنش. راه كاين اللي كيعرف انه يتقن الدور انه ما كيبين والو، كاين اللي ما كيعرفش كتبان. بعدا انا شخصيا كيكون طالع لي الدم صافي حجباني كيهبطوا هكا كتبان فيا 100%، ما كنقدرش واخا تهضري معايا واخا ما عرفتش شنو تيبقاو مقوصين هكا كتبان فيا. كاين اللي ما كيعرفش يخبي، كاين اللي صافي هي بداك داك الصداع وداك البكاء وداك الشيء كتخرج اليوتيوب وتبدا تهضر وكتبغي تخبي وتخرج ستوريات وكدير في الاخر عاد كتبرد وكتراجع. البنات حنا كنا لبعضياتنا كنا بنات، وهذا الشيء اللي طحت فيه غزلان ممكن تطيحي فيه انتي، ممكن تطيح فيه انا، ممكن تطيح فيه اختي، وممكن يطيح فيه اختك، وممكن يطيح في بزاف د الحوايج بزاف ديال النساء كيوقعوا لها. كيطرى لهم هذا الشيء كتكون مشاكل زوجيه كاينه بزاف، كل وحده شنو جاها، كاين اللي كيجيها بالضرب، كاين اللي كيجيها بالخيانه، كاين اللي كيجيها بالسب والقذف، كاين اللي كيجيها بحوايج اخرين بزاف ديال المشاكل كيطراو. ولكن كاين اللي كتصبر وكاين اللي ما كتقدرش تصبر، وكاين اللي صبرات وصبرات وصبرات حتى تحد الصبر ديالها وصافي ومشات. فغيزان حتى هي راه وحده منا، وحتى هي راه مشاكل هاد المشاكل راه كاملين كنطيحوا فيهم. فما كاينلاش نبقى نجرحوا البنات بعضياتنا. راه قال لك ابتسامه في وجه اخيك صدقه، وكلمه طيبه لاخيك صدقه. الا غادي تقول شي حاجه زوينه قولها، ولا غادي تقول شي حاجه خايبه خليها. 90% الصراحه كلهم جاوا من غيزلان، 90% من المغرب وداخل المغرب وخارج المغرب وفي الامارات وفي السعوديه كلهم جاوا من غيزلان، وواحد 10% الله يهديكم الله يهديكم. وكنقول لكم راه الدنيا فايته، راه كلشي فايت، لا ادسنس لا ولاد لا فلوس لا حتى شي حاجه. قلتي كلمه زوينه راه كتبعك، درتي خير كيتبعك، كان قلبك زوين كيتبعك، كانت نيتك صافي راه كتبعك صافي. هادشي اللي كاين يعني ما كاينه شي حاجه اخرى اللي غادي نبقاو نتعايروا ونتسابوا، راه كنا عيالات. راه هادشي اللي طحت فيه راه طحي فيه انت غدا وطح فيه انا غدا ونطحوا فيه، يعني حنا كنا لبعضنا. فهاد الفيديو اللي درت انا اليوم فكنبغيت من الاسئله باش ما تقولوش انا ما جاوبتكمش الاسئله اللي وصلوني وكيفاش بقات غزلان. فالحمد لله راه هي دابا حاليا مزيان كداوي راسها براسها، ورا خرجات بفيديو ورا خرجات في اللايفات ورا دارت طف وجهها. راه مسكينه عتي ضعفت واحد بزاف بزاف، راه شفتها في الكاميرا ضعفت نقصات حوايجها كلهم ولاو هكا. علاش؟ حيت راه شهرين وهي مسكينه صدمه ورا صدمه، ماشي غير المشكل ديال راجلها راه بزاف. منين دخلت المغرب مسكينه وهي في المشاكل. فالله يكون في عونك اختي غزلان، والله يبدل عليك السوايع بالخير ان شاء الله، والله يرجع لك وليداتك على خير وبخير، وان شاء الله يكون حضن كبير دائم، ونتمنوا لك خير. الا كان هذا الزواج خير ليك فالله يجمعكم عن قريب، وان كان شر ليكم فالله اللي كيقرر، الله اللي حل الطلاق والله اللي حل الزواج. ايوا البنات هذا وصلت الفيديو الاخر، اخر ما غادي نقول ما تنساونيش البنات بالتعليقات ديالكم الزوينه، اللي بغات تعاير تعاير خذوا راحتكم. فانا داخله على واحد الهدف فغنكمل في هذا الهدف، ما غادي تهمني لا سب ولا معيور ولا حتى شي حاجه، اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. خذوا راحتكم، ما تنساونيش البنات بارطاجيو لا فيديو مع احبابكم، وديروا جيم والتعليقات ديالكم الزوينه اللي كنهضر معاهم 90% اللي كتبوا داكشي الزوين بحالكم، والهلا يخطيكم علينا، والله يسهل عليكم، والله يدر علينا السوايع كاملين بالخير، ويا ربي تبعد علينا هاد الوباء ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه. والله العظيم البنات الى هاد الوباء راه بصح كبر 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 واحد الدرجه ما تصوروش، راه يعني وصلوا لنا الاقرب الناس لينا اللي توفوا بهذا المرض هذا والله العظيم. وحاليا لوستي حتى هي
هي والدار كاملين تا هما جاتهم كورونا، دارها وداكشي مع راجلها وليداتها كلهم، فالله يشافيك ويشافيك ويسمعنا عليكم خبر الخير. وما تنساوش البنات حداو راسكم بزاف، وعقموا والتباعد ضروري، فهادشي اللي تيقولوا لنا ولا ما عندنا ما نقدروا صراحة نبقاو في ديورنا احسن لينا. خلطت لكم الفيديو، دخلت لكم كورونا مع غيزلان مع كل شيء. يلا هالبنات ما تنسونيش بالتعاليق ديالكم الزوينة كما العادة.